اليوم حنا في أكاديمية الجوهرة. اللايكات ليش ما تزيد؟ لا تزيد، ليه ما تزيد؟ ليه ما تزيد؟ لا تزيد، ليه ما تزيد؟ هلاكم بلوك جديد. يا هلا بالبطل، كيف حالك؟ طيب؟ كيف التمرين معك؟ يا هلا، كيف الحال؟ وارك؟ مصورنا المبدأ، عساكم خير؟ شلومك؟ شلومك وين؟ خير والله، موجود موجود موجود. يا هلا عبد الوهاب، هلا ايش الطقم ذا يا حبيبي؟ والله كلال، كيف امورك؟ يا دومك اصفرت وانمرت، كيف الحال؟ استهلت وامطرت. الله، ايش الطقم الحلو ذا؟ اقول فكات مع الهلال. ما رحت اليابان معهم؟ لا والله، يبغى جواز يا اخي، قروش ومدري ايش. خلصت اصلا المقاعد اللي حقت الطيارات، القوة الزرقاء. ايه القوة الزرقاء خلصت، بعدين مشوار يلا. ان شاء الله يجيبون الكاس لك هنا. ان شاء الله باذن الله. والله ما ظنيت، بس ان شاء الله. الرجال قد هناك الجماهير ضدك، هناك يلعبون صح على ارضهم وروعه يعني ما شاء الله. انت شوف مبارياتهم الذهاب وشوف الاياب. قال لي ثلاث ايام ما نمت. بسم الله. ما غير وينكم؟ ما رحت المباراة؟ اي مباراة؟ ما في، الخميس سجلوها. بالله هنا ولا ملعبهم؟ هنا. ضد من؟ ضد كتب النجوم. هلا، هذا سعد. هلا يونس. يا هلا بك. هلا والله. السلام عليكم. السلام. انت جينا فور معك صح؟ افا. سلام. عليكم السلام. يا هلا بك. السلام عليكم. كيف التمرين اليوم؟ والله تمرين حلو. بالله. يلا. ما تعبكم فيها؟ صح. بس الهر ولا اللي؟ تعبكم فيها؟ تعب. ودينا من الملعب ما وصلنا النص ملعب. زينة، ما تتعب. الحمد لله طيحنا كذا. جت لي صنب بالكورة فجي، يلا الكلحن. بس الجو ترى زين. سلامة سلامة. كت. اشتراك كثير ما في. ما في صح؟ طيب قل لهم قبل لا نبدأ الفيديو اشتركوا بالقناة. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب. بدري كلهم قالوا. جا جا جا. 50 سنة ما جيت. 50 سنة. أنا أتوقع 100 سنة. إيه أتوقع 100 سنة. طيب شوف وراك فيصل. اليوم في تحدي. بين مدير الأكاديمية أبو سامي، بين مساعد المدير أبو فيصل، بين المدرب كوتش موكا، بين فيصل وموكا، بين هاني. التحدي شلون؟ ما فهمت انا. هو دوري نقاط. طيب بين ابو سامي وهاني وابو فيصل وموكا اربع فرق، واتوقع بيبقى ثلاث اسابيع اربع اسابيع ان شاء الله. يا هلا فيصل، كيف حالك؟ طيب الله يبارك بعمرك يا فيصل. طيب شوف وراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله شباب، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم رجعنا لكم في تغطية لتمارين أكاديمية الجوهرة. اليوم بإذن الله. يا هلا يا هلا. بإذن الله. يا هلا، اخباركم طيب؟ كيف التمرين؟ والله اوكي. تعال، انت بتطلع؟ اي. ليه؟ بس كذا طناخة. اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل. يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة. تبون المقطع سريع؟ قبل شوي وش قلت؟ قناة عشق. يا ناس يلوموني في الرجال ده، يا ناس يلوموني في الرجال. شولة طرشولة. تمرين غير، نعطي باصات وجين هارول باصين، نروح يسار نعطي باص يسار. حلو. كم السلام. شو اسمه؟ مدري. ايه لسان موجوده موجوده. بتجي بتجي. كيف التمارين؟ لاعب انا اللي صار. بلعب نادي اليوم. وليه طلعت؟ ما نسب. يلا ان شاء الله الاكاديميه تناسب. ان شاء الله. يس.
جبتها صح؟ وش تمرينكم اليوم؟ باصات يمين يسار؟ ايه كله. الحين خلونا نشوف تمارين الناشئين وتعالوا. يا هلا عمر. والله شوف اليوم بجيب هدف. هدف اكيد نبي هدف حلو عاد من بعيد او عالطائر او دبل. نشوف الناشئين وزعوا فريقين الاحمر والاصفر بيلعبون تقسيم الحين. والحين نشوف تمرين الاشبال فئه المدرسه. وهنا تمرين البراعم وما شاء الله الاجواء بدات تمطر. بدات تمطر يا شباب. ايه كيف الله يسلمك. التمرين في المطر شيء ثاني. كذا بدينا مره بسمع هواء. نفس نفس ايه ما مداك تلعب. تطير الكوره يسار ويمين. الحق ما عليك. طيب انا كانك سحبت علي. لا انت معنا ترى في اربع كاميرات تلقطك. اي كبري تحدي الكبر يلا. تحدي الكبر يلا نبي كبر يا شباب. قبل شوي قالوا لي وين الستاند، رحت جبت الستاند وجيتهم. خلونا نشوف ردة فعلهم الحين. باتمان. يا باتمان يطير في الارض باتمان. ما شاء الله صايرين باتمان. شفت باتمان؟ باتمان. شفت شلون؟ قلت لي وين الستاند، رحت جبته وجيت. سحر. كذا طقت كذا طقت اصبع. كذا. قدام. يا. بعتني وانا اقول وين الستاند وجبت. على طول. لمحة بصر. لو انك قايل كريستيانو كان جاك. يلا استعد عاد وراكم بطولة. خلوك حماسي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد. ليش ما في فريق يونس؟ فريق يونس. ليش ما في وش هي؟ فريق مظلوم يا يونس. يا مظلوم اعلاميا. اعلاميا ودوليا وقاريا. مسكين ما شاء الله. ولا تنسى لايك سبسكرايب شير مره ثانيه. يلا انهينا الفيديو. مره ثالثه. لاعبنا مصاب. هلا والله من زمان عرفتنا. طيبين؟ طارق طيب؟ الحمد لله. متى ان شاء الله ترجع للملاعب؟ الملاعب مشتاقت لك. الخميس الجاي ان شاء الله. خميس؟ اكيد. مو بذا اللي بعده. بس بعيد. والله بعيد والله طول. ما فينا نتذكر. على العموم الحين احنا في اكاديميه الجوهره بنغطي التمارين البراعم والناشئين. الله اقسم بالله انت كفو. يا عمري. منك اثنين حتى مو مت. اليوتيوب خلاص. خلونا نشوف وش عندهم البراعم الحين. بطولة ها تبدا متى؟ الاربعاء. والسبت والاثنين النهائي. النهائي خلاص. والله حتى علي كلنا نمسكه. يتحدون المدرب كلهم يمسكون المدرب. اتحداهم سباق السرعه انهم يلحقون الحدود اللي اروح انحاش له. عندك الملعب كامل. كامل. الابطال اللي وراي، الجيش اللي وراي، الابطال اللي وراي الحين بيلحقوني. ارجع هناك، ارجع هناك. اذا صفر لازم انحاش. والله مسكوني. يلا واحد. فيصل قاعد يقدم العصير لمدرسة أكاديمية الجوهرة مقدما من مؤسسة نواع مسومة. وقت المطر وش نقول فيصل؟ ما ادري. نقول اللهم صيبا نافعا. ايش اللي بيدك؟ عصير. عصير ايش؟ مشكل. ايش كنت بتقول قبل؟ كنت ابغى هذا عشان نلحق ماء يونس تعبنا في نص ساعة نلحق. هذا العصير. ها؟
هذه تعول صح؟ مع الله أزد وبارك. يا هلا متابعينا، الحين وصلنا لوقت السحب، الوقت اللي منتظرينه كلنا. طيب معنا أصغر لاعب في الأكاديمية ومعنا المشرف على الفئات السنية. طبعا هلا والله يا يونس، يا هلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. طبعا ما شاء الله اليوم عندك متابعين على مباراة أوراوا والهلال، وإن شاء الله السحب الآن بيتم، ونقول مبروك للفائز إن شاء الله. ويلا يا حمود اسحب واختار من فوق إلين تحت، يلا خله ينزل تحت ويطلع فوق و... لا كذا يا بابا، بشويش، لا تضغط على ذا، سو كذا بس بشويش، اطلع فوق، ايه انزل واطلع، اطلع وانزل، يلا اطلع وانزل واختار. دقيقة، من هو؟ مستر، من هو؟ دقيقة، هذا يا رب يفوز، يا رب افوز، يا رب افوز، يا رب افوز. هذا هو، الف مبروك، شنطة مقدمة لك من مؤسسة نواعم سوما. تواصل مع يونس واستلمها، وبالتوفيق ان شاء الله. الف مبروك، وباذن الله هديتك بتجي بالله. يونس حط عليها مرة ثانية، مستر 172، 172 مستر. قال يا رب افوز وفاز، وجابها ورب كتبها وفاز، نقول له مبروك، واللي ما حالف الحظ ان شاء الله في المقاطع الجايه باذن الله لك نصيب. اللايكات ليش ما تزيد؟ لا تزيد، ليه ما تزيد؟ ليه ما تزيد؟ لا تزيد، ليه ما تزيد؟ لازم تزيد، لازم تزيد، ونتعدى ال 100. اول لايك مني ان شاء الله. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم.